مساكم الله بالخير وحياكم الله. حلقة جديدة من برنامج المنتصف في متابعة مستمرة لآخر الأخبار والأحداث الهامة في الشأن الرياضي. البداية ومثل ما عودناكم مع أبرز وأهم العناوين. آل الشيخ يكشف عن نتائج مؤتمر جدة ويعد بوقف العبث الآسيوي. وإدارة الهلال تنتقد غياب مسؤولي الاتحاد الآسيوي. وإدارة النصر تناقش أسباب خسارة الديربي والفريدي يعسكر في مانشستر. والجولة الثامنة تحت مجهر بانوراما. حياكم الله من جديد. اليوم الأوراق أصبحت مكشوفة وصار الكلام على السطح، يعني من الآخر كذا ما في شيء نخفي. إحنا في كرة القدم السعودية تعرضنا لظلم وإجحاف واضح، يعني مو في سنة ولا سنتين، هذا الكلام من زمان. وأنديتنا ومنتخباتنا تعاني من أمور يعني غريبة في أرض الملعب عن طريق الحكام أو حتى من خلال مكاتب الاتحاد الآسيوي. هذا الموضوع يعني ما ودي أتكلم فيه في المقدمة، بأكشفه من خلال هذه الحلقة. اليوم أعتقد أنه هذا الموضوع راح ينتهي قريب بعد تصريحات مباشرة وقوية من معالي المستشار تركي آل الشيخ، اللي وضع نقاط على الحروف من خلال تصاريحه لما ردد أيضا بالفم المليان أقزام آسيا لن يضر الرياضة السعودية. اليوم كثير من الملفات والمواضيع المهمة، بس خلونا في البداية نرحب بضيوفنا. نقول مساء الخير للناقد في برنامج المنتصف الأستاذ خلف ملفي، حياك الله يا أبو أحمد. يا هلا وسهلا، حياك الله عبد الله، ومساء الخير لك ومساء الخير لأخ عبد الله فلات من جدة والمشاهدين والمشاهدات. الله يحييك. أيضا نرحب جدة بالأستاذ أيضا والناقد في برنامج المنتصف عبد الله فلات، حياك الله يا أبو أحمد. هلا أبو إبراهيم، حياك الله، مساء عليك وعلى أبو أحمد والسادة المشاهدين جميعا. الله يحييكم. أيضا قبل ما نبدأ كذا باستعراض أبرز المواضيع، نروح لزميلنا محمد الناصر اللي اليوم عنده أخبار المنتصف، كثير من الملفات الجميلة في رياضتنا أيضا المميزة. حياك الله يا محمد. الله يحييك، مساء الخير عليك عبد الله على ضيوفك أبو أحمد وعلى ضيفنا من جدة. وش عندنا اليوم محمد؟ والله اليوم أبرز الأخبار طبعا المؤتمر اللي في جدة وتصريحات رئيس هيئة الرياضة. اليوم كل الأنظار على مؤتمر جدة، الناس بتشوف وش النتائج، ها؟ بالتحديد على نعم على التصريح اللي صرح بها رئيس الرياضة. صحيح. طيب عطنا كذا ملامح الأخبار. إذن الأخبار، الخبر الأول رئيس الهيئة الرياضة يكشف عن نتائج مؤتمر جدة، حيث عقد تركي آل الشيخ اجتماعا بحضور عادل عزت اليوم الأحد، وسيتم تناول ما تم اتخاذه من قرارات في مؤتمر جدة، وسيعلن عن ما تم التوصل إليه من نتائج حول القضايا الهامة. يذكر أن هذا المؤتمر الصحفي قد تم تأجيله من يوم الثلاثاء الماضي. في خبرنا الثاني، فتح تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة النار على عدد من ممثلي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، حيث وجه لهم انتقادات ساخنة على خلفية كشف بعض الممارسات ضد الكرة الرياضية طوال الفترة الماضية.
تركي آل الشيخ وصف أصحاب هذه الممارسات بالأقزام الذين لن يضروا الرياضة السعودية. وكما أبدأ آل الشيخ امتعاضه مما تعرضت له الرياضة السعودية وشدد على أنه لن يسمح بتكرار ذلك. في خبرنا الثالث يلتحق اللاعب أحمد الفريدي اليوم الأحد بمعسكر إعدادي في نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ويستمر المعسكر لمدة 10 أيام بهدف زيادة مخزونه اللياقي وجاهزيته البدنية. جاء ذلك بناء على توصيات مدرب المنتخب السعودي السيد باوزا، حيث تكفل رئيس هيئة الرياضة بكافة مصاريف المعسكر، وذلك في إطار الدعم الذي يجده المنتخب من معاليه. الخبر الرابع، نواف بن سعد: أتمنى أن لا يتكرر ما حدث في نهائي سيدني. انتقد الأمير نواف بن سعد اهتمام مسؤولي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في ذهاب نهائي أبطال آسيا بين فريقي أوراوا الياباني، وأظهر رئيس الهلال انزعاجه الشديد من غياب مسؤولين كبار في الاتحاد الآسيوي عن مواجهة الذهاب في الرياض، كما ذكر أن أعلى مسؤول سيحضر لقاء الذهاب هو رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي، والبقية كلهم موظفون وسكرتاري. وتساءل كيف يشعر طاقم التحكيم أو المراقبون بأن هناك اهتماما طالما أن هذا مستوى حضور بأن هذه مستوى حضور المسؤولين، بينما الإياب في اليابان سيحضره الجميع. الخبر الخامس والأخير، المفرج يزور ملعب إياب نهائي آسيا. زار فهد المفرج مدير الفريق الهلالي ملعب ساتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، حيث سيحتضن إيابا نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والذي سيقام في 25 من نوفمبر المقبل. كما اطلع خلال الزيارة على الملعب ومرافقه وإمكانياته بعد التنسيق والترتيب مع اتحاد الكرة القدم الياباني، وحيث أن من المتوقع أن يغادر الهلال بعد الفراغ من مواجهة الذهاب مباشرة بهدف التعود على الأجواء في اليابان. إذن هذه كانت أبرز الأخبار. المنتصف يا عبد الله، شكرا جزيلا لك. احنا راح نستمر اليوم في تناول الملفات والمواضيع، بس نذكر بالاستفتاء. احنا طرحنا في الحلقة الماضية الاستفتاء اليومي لبرنامج المنتصف، وكان المتعلق بقرار الاستعانة بالحكم الأجنبي في جميع مباريات الأندية، وكان الاستفتاء المطروح استفتاء اليوم في اعتقد يا شباب يعني شوي لخبطة في موضوع الاستفتاء، نحاول نراجع الاستفتاء الماضي. ما كان هذا الاستفتاء الماضي، كان ما هو عامل الحسم الأقوى صحيح لمواجهات الديربي في عالم كرة القدم، وجاءت الخيارات قوة العنصر الأجنبي، والخيار الثاني طريقة المدرب، الخيار الثالث بأن هذه مباريات الديربي أو حتى مباريات الكلاسيكو لا تخضع لمعايير معينة. ومع نهاية مدة الاستفتاء أصبحت النتيجة نهائية بحسب المصوتين، اختير عامل العنصر الأجنبي بنسبة 38%، وفي آراء كانت تقول بأن طريقة المدرب يعني هي المؤثرة في مباريات الديربي بنسبة 26%، أما الخيار الأخير بأن مواجهات الديربي لا تخضع لمعايير فقد جاءت بنسبة 36%. اليوم بإمكانكم المشاركة أيضا في الاستفتاء الخاص ببرنامج المنتصف والمتعلق بغياب الكرة السعودية عن الواجهة في السنوات الماضية، والسؤال أو الاستفتاء المطروح اليوم: ما هي أسباب غياب الكرة السعودية عن الواجهة الآسيوية في السنوات الماضية؟ ضمت الخيارات الخيار الأول سوء حكام القارة، الخيار الثاني شخصيات تحارب الرياضة السعودية، أما الخيار الثالث فقد جاء بأنه تراجع للأندية والمنتخبات السعودية. المشاركة في هذا الاستفتاء من خلال صفحة برنامج المنتصف على التويتر، وفي الحلقة القادمة بإذن الله راح نعلن عن نتيجة الاستفتاء مع طرح أيضا استفتاء جديد. خليني أبدأ من عندك أبو أحمد، الأنظار تتجه لمؤتمر الرياض لمعالي المستشار تركي آل الشيخ اللي راح
يعني يعلن عن كثير من النتائج، تعتقد بكرة راح نسمع مفاجآت جديدة في الرياضة السعودية؟ بالتأكيد، هو كل يوم نسمع مفاجآت، فما بالك في المؤتمرات. يعني ربما المؤتمر اللي في جدة حتى كان فيه مؤتمرات فيه نتائج كان وقرارات أعتقد أنها من القرارات القوية التاريخية في ذلك الوقت، وتسلسل الأخبار وتسلسل البيانات وتسلسل حتى التصريحات القوية جدا والصاخبة واللي تركت ردود فعل قوية غير مسبوقة، هذا يشعرنا أيضا بأن هناك الجديد في هذا المؤتمر، وخصوصا أنه أيضا عزز هذا المؤتمر بتصريح النادي الكبير القوي جدا على ما يخص الاتحاد الآسيوي ومشاكل الاتحاد الآسيوي ولعيبة ضد الكرة السعودية. فلذلك أنا أتوقع أنه في نتائج أو قرارات جديدة وتصريحات ربما أكثر سخونة وأكثر دقة وأكثر شفافية من التصريحات السابقة. طيب خليني أروح لك لعبد الله الفلاتة من جدة. يعني عبد الله، أكيد أنه الجميع ينتظر هذا المؤتمر، مع انتهاء مؤتمر جدة الجميع ينتظر النتائج اللي راح تعلن على أرض الواقع، وأكيد بأنه يعني اليوم احنا نشوف كثير من القرارات اللي كانت مفاجئة بالنسبة لنا في الوسط الرياضي، في تحركات من نوع مختلف. اليوم حتى الحراك وصل إلى يعني الاتحاد الآسيوي، بس خلينا في مؤتمر بكرة، إيش أبرز المواضيع اللي ممكن تكون يعني مفاجئة بالنسبة للوسط الرياضي، أو خليني أقول لك اللي ينتظرها الوسط الرياضي من مؤتمر تركيا للشيخ؟ والله معالي المستشار، كل مفاجآت حقيقة، كل مفاجآت كلها يعني أشياء تتناسب مع الظروف. تجده فتح الملف، أمس وجدنا فتح الملف الآسيوي، نترك المحور لوقته. مؤتمر جدة كان فيه مواعيد حديث عن 30 يوم، بعد 30 يوم، بعد يعني معناته في دقة وفي احترافية في العمل. المهلة التي منحت انتهت، معناته نحن أمام قرارات جديدة تتعلق بمؤتمر جدة. واضح تماما أن مؤتمر جدة فيه أشياء كلها تتعلق بمؤتمر جدة، ولابد أن يكون هناك أشياء جديدة. ونحن نقول الأجواء سخنت تماما بالحديث يوم أمس عن الوضع الآسيوي، فنحن ننتظر كثير من الحقائق، كثير من المستجدات، وننتظر أيضا قفل بعض الملفات التي فتحت خلال مؤتمر جدة وحددت بفترة زمنية. وجميل جدا لما يحدد المسؤول فترة زمنية تكون المحاسبة واضحة من قبله للنسبة للناس اللي كلفوا بالمهام. في أشياء تتعلق باتحاد الكرة، في أشياء تتعلق بجهات أخرى، في أشياء تتعلق بالرياضة عموما، فهذه عدة، في أشياء تتعلق بمنشآت، فهذه كلها أشياء أنا أعتقد حتكون حاضرة في مؤتمر القد، بالإضافة إلى مستجدات جديدة ساخنة نتوقعها بمشيئة الله تعالى، وكلها تصب في مصلحة الرياضة السعودية. نحن نتلمس الحراك الصراحة الإيجابي طوال الفترة الماضية. نعم. طيب أبو أحمد، إيش المواضيع اللي إحنا بكرة يعني ننتظر فيها نتائج؟ ضمنها مثل ما ذكر عبد الله اللي هو طبعا بيئة الملاعب. كان في المؤتمر السابق ذكر أنه هناك لجنة شكلت للحديث أو لتحسين بيئة الملاعب، ونحن نعرف أنه هذه مشكلة كبيرة جدا تواجه الجمهور. من ضمنها حتى نذكر كنت موجود أنه تحدثنا في دهاليز هذا الموضوع عن التذاكر، أنه أنا كيف أحضر مباراة اليوم ب20 وأجي بكرة الفريق الثاني مثلا أو المباراة الثانية ب40. دكتور حافظ أيضا تكلم عن شغلة معينة في التذاكر تحديدا، يقول أنا كيف أني أحضر، كيف لماذا درجة، لماذا عندنا ما يسمى الدرجة الموحدة؟ هل يعقل أني أجي مثلا عشان أني أخذت مثلا التذكرة الموحدة ب40 ريال مثلا، أجي إذا كان جيت مبكر أجي في وسط المدرج، وإذا جيت متأخر أجي خلف المرمى؟ خلف المرمى ب5 ريال، خله 10 ريال، لأنها صراحة منطقة ضعيفة جدا. وبالتالي مثل هذه الأشياء، بالإضافة طبعا الأشياء المهمة جدا اللي هو في أنه أجي قبل المباراة ب10 دقائق ولا ربع ساعة، ما أجي قبل المباراة 5 ساعات أو 4 ساعات عشان أخذ مكان. مثل هذه الأشياء اللي طبعا كل الناس تعرف ما هي بيئة الملاعب، وكل الناس تعرف ما هي مشاكل بيئة الملاعب. ولذلك أتمنى بكرة أنه يكون في بيان توضيحي أو قرار نهائي حول بيئة الملاعب. أضيف إلى ذلك أنه كان في قضية محمد العويس ذكرت في مؤتمر جدة وحيلت أعتقد إلى جهات أخرى، فأكيد بكرة أنه في بيكون في قرار أو شيء جديد حول قضية محمد العويس، مع سواء فيما يخص نادي الشباب ونادي الأهلي، بالإضافة إلى القضية الكبرى اللي هي قضية الاتحاد الآسيوي، لأنه حدد في تصريحه مع الزميل التركي العجمة أنه سيتحدث في الوقت المناسب عن كل التفاصيل. فأعتقد أن بكرة من الأسئلة ستطرح إذا لم يعني يتم الحديث حولها، أكيد سيطرح ماذا يعني خلف هذه التصريحات القوية.
واعتقد انه لم يحدث ابدا انه سمعنا مسؤول سعودي يتكلم بهذه الحده وبهذه الثقه والوضوح. تعتقد اليوم اللعبه اختلفت؟ يعني الصمت مثلا من اجل مصلحه معينه انتهى زمنها بالنسبه لنا، اليوم احنا ما عاد ننظر لهذه الاشياء، احنا يا كره قدم او رياضه شريفه ولا احنا ما عاد نبغاها. شوف انا يمكن اكون شوي اكثر خلنا نقول يعني توسع في هذا الموضوع او دقه نوعا ما ان كان صح التعبير. ترى في السابق يعني كان بعض الممثلين ينقلون اشياء تحدث في داخل الاتحاد الاسيوي، لكن كان المسؤول عندنا يحاول قدر الامكان انه ما يدخل في اشكالات مع مسؤولي اتحادات خليج اخرى. هذا اللي انا اقوله. ايه. فاليوم فاضل كيل يعني خلاص، يعني اعتقد انه وصل الامر الى حد لا يطاق. ويعني كلام الاستاذ تركي آل الشيخ كان قوي جدا. اقزام اسيا مش كلمه سهله انك تقولها على ناس يشتغلون حتى بعضهم خليجيين يعني. واشار الى 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 مثلا حتى ناس كثيرين فسروا بعض كلامه وذهبوا الى مثلا احمد الفهد، الشيخ احمد الفهد وغيره. فلذلك الكلام اصبح واكثر وضوحا من اي وقت مضى. اللي نبيه الان او اللي مثلا تشعر فيه كسعودي وكمحب للرياضه ان المسؤول يتكلم من ثقه كبيره جدا انه فيه تدابير ومؤامرات ومماحكات واشياء من خارج نطاق الملعب، وبالتالي هذا ما نريد ان نكون فيه اكثر قوه. ولو لم يملك رئيس الهيئه او رئيس مجلس اداره هيئه الرياضه انه المعلومات الكافيه والقويه لما تحدث بهذه الحده. وأضف إلى ذلك إنه الأمير نواف بن سعد اللي هو طبعاً في هذا الوقت بالذات هو المعني يمكن الهلال كونه يلعب مباراة النهائي، وحدد أشياء في تصريحاته، وأعتقد أن عندكم أيضاً تصريح حول هذا الأمر وذكر بعضها في اليومين الماضيين. ثم أيضاً الأمير عبد الرحمن بن سعد وهو أيضاً له فترة طويلة جداً منقطع، لا له فترة طويلة جدا معايش لمشاكل الاتحاد الآسيوي عندما كان رئيس نادي الهلال، لأن تعرف نادي الهلال هو أكثر نادي يلعب في آسيا وأكثر نادي سعودي شارك في في عهد عبد الرحمن ساعد تضرر الهلال بشكل مباشر إلى درجة أنه ربما أقوى نادي قدم سي دي حتى على وقت الزميل عبد الكريم الجاسع عندما كان مدير مركز إعلامي قدموا سي دي فيه مخالفات قوية بالذات مع الإيرانيين، وتذكر كان في قضية لا أحد ينساها لأن عبد الرحمن سعد بحكم أيضا خبرته ومعرفته بأشياء من هذا القبيل مباشرة غرد 3 أو 4 تغريدات يتكلم عن أشياء حدثت مؤخرا قبل أن يتنحى من منصبه، وذكر أنه تذكر قضية نيشيمورا تحديدا، وإلى الآن لم يرد الشيخ سلمان الخليفة. وأعتقد أن هذه كانت يعني أيضا من الأشياء المسيئة. أنا كنادي وكاتحاد في نفس الوقت يعني أنا نادي والأخير مدعوم من اتحاد القدم السعودي قدمت أشياء كثيرة لم يأتينا أي رد. فالتفاعل قوي جدا وفي أشياء مادية موجودة، وعلى فكرة حتى أندية أخرى ومحمد السراح كان في فترة من فترات عضو اتحاد القدم وكان هو يرافق البعثات السعودية الأندية السعودية إلى إيران تحديدا صحيح. يمكن أكثر مسؤول وأيضا كان تحدث في هذا الجانب. فأنا أعتقد أنه في أشياء كثيرة الآن، لكن اللي يميزنا هذه المرة قوة الطرح، قوة الحجة، قوة المواجهة الصريحة. اليوم ما عاد فيه. أنا أذكر في عهد الله يذكره بالخير الأمير سلطان بن فهد كان في تصعيد على مستوى عالي مع عبد الهمام في تلك الفترة لما كان منتخبنا أذكر داخل في التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم صحيح. فأعتقد وصلنا لمرحلة كانت يعني مستوى عالي من الخلاف صحيح. حتى يعني حاول البعض إصلاح بعض الأمور في تلك الفترة. أذكر جي هي كانت طبعا هي تراكمات، ولكن ركلة الجزاء اللي كانت النايف هزازي بعد المباراة مباشرة الأمير سلطان فهد صرح تصريح الشهير عن القضية وأنها مؤامرات وأن نسكت وما إلى ذلك، ووجه يعني كلام قوي جدا على محمد الهمام. طبعا حاول أن يرد إذا كان تذكر عندما رشح نفسه للاتحاد العربي وكان بتصير منتخبات هنا ثم أجلت، فأصبح نوعا ما أيضا فيه نوع من الصراع والقوة إلى أن تدخل أطراف معينة وحاولوا إصلاح الوضع.
لكن المشكله في ذلك الوقت، وانا اذكر جيدا اني ذكرت اكثر في اكثر من مقال واكثر من حديث اعلامي، قلت لا بد ان تصعد هذه الامور الى الاتحاد الدولي. في الاخير الاتحاد الدولي هو يراقبك كاتحادات قاريه، فانت يجب ان تصعد للاتحاد الدولي بصور من اللي قدمتها الاتحاد الاسيوي. عموما وصلنا الى مرحله الان اعتقد ان فيها الحسم اقوى من اي فتره. نعم. من طيب انا بروح لعبد الله فلاته عشان في نفس هذه المواضيع، بس اعترف لكم انه الاستاذ خلف ملفي دخل في المواضيع واحرقها، يعني موضوع ورا موضوع، دخلت على نواف بن سعد، دخل عبد الرحمن سعد، دخل في موضوع اقزام اسيا، هذه كلها ترى في البدايه احنا في المؤتمر لسه. هي استشهاد، احرقت كل الملفات اللي لا لا هي استشهاد استطرد فيها كل هذه المواضيع الحين مع الاستاذ خلاص بالله مع السلامه. لا تلقى عند عبد الله، تلقى عند عبد الله اكثر. لا تخاف. طيب نقول انكشفت الاوراق واصبح العمل في كل الجهات، الرياضه السعوديه في مرحله مختلفه عن السابق، العنوان الابرز في مرحلة الحزم والعزم سنعمل من أجل حفظ أو من أجل حفظ حقوق الأندية والمنتخبات ولن نتهاون في محاربة الفساد، أقزام آسيا لن يضر الكرة السعودية. في عالم المستديرة يسعى الجميع إلى تحقيق الإنجازات وصناعة المجد على منصات الذهب، الكثير من العمل الإداري والمزيد من الالتزامات والمواظبة، بالإضافة إلى الرغبة الجامحة في المضي قدما، أمور تضع الجميع في المقدمة على طريق الأحلام والنجاح. تخطي العقبات سمة لكل من كان طموحه يفوق عثراته وأخطائه، ففي رياضتنا غرست بذور تلك النظرة على مستوى المنتخبات والأندية مع الدعم اللامحدود والذي يحظى به قطاع الشباب والرياضة من القيادة الحكيمة، فكان المجد حاضرا منذ البداية بين صدور التاريخ الرياضي المشرف على المستوى القاري والعالمي في كافة الألعاب المختلفة، بل وحتى مع الفئات السنية في منتخبات المملكة. الناجح دائما محارب، عبارة يرددها ويؤمن بها كل من تعرض لظلم وافتراء، هدفه تحطيم وقتل نجاحه وتميزه، ملامح السعي إلى وأد الأفراح والإنجازات السعودية، وإن كانت غير صريحة إلا أنها تجلت مع بعض الممارسات والقرارات التي وقف خلفها اتحاد كرة القدم الآسيوي. العديد من الشواهد والكثير من المحطات عكست بشكل أو بآخر العقبات التي كانت توضع مع سابق الإصرار والترصد في طريق المشاركة السعودية على المستوى القاري سواء للأندية أو للمنتخب. موقعة سيدني الشهيرة كانت إحدى مسلسلات ذاك التعمد في قتل النجاح والإنجاز المسجل باسم الأندية والمنتخبات السعودية، فاليوم ومع اقتراب موعد المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا التي ستجمع الهلال بالفريق الياباني، تبنت هيئة الرياضة واتحاد القدم التحرك لمنع كل ما من شأنه تعكير صفو المنافسة الرياضية الشريفة على أرض الملعب. وبعيدا عن الأسماء، فإن إدارة نادي الهلال ممثلة بالأمير نواف بن سعد أبدت قلقا من حدوث ظلم تحكيمي في النهائي الآسيوي، كما حصل مع الياباني نيشومارا في النهائي الشهير بين الهلال وسيدني عندما حصلت الكارثة التحكيمية في تلك المباراة والتي كان يقف خلفها الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. رئيس اللجنة الأولمبية تركي آل الشيخ وعد بإيقاف تلك التدخلات والممارسات الغير شريفة في عالم الرياضة ووضع حد لها، موجها رسالته وبكل وضوح إلى أقزام آسيا بأنهم لن يتمكنوا من التأثير على مسيرة الإنجازات والنجاح بعد الآن. طيب خليني أبدأ معك أبو أحمد في موضوع الاتحاد الآسيوي. سنوات طويلة وحنا نعاني، يعني احنا نعرف بأنه شفنا أشياء مستحيل يكون فيها حسن النية، يعني لما نتكلم عن نهائي آسيا الهلال
كان الموضوع واضح انه في شيء ما هو طبيعي في هالمباريات، وفي سنوات ماضيه يعني كنا نتابع اشياء كانت يعني كارثيه، خليني اقول لك، لا على مستوى ممثلين، لا على مستوى تصاريح فيها غمز ولمز، لا على مستوى منتخباتنا السعوديه، لا على مستوى افضل جائزه في اسيا، حتى وان قال لك واحد انه ما لها دخل، بس انه في النهايه انت تقدر يمين ويسار يعني تكون الامور بالنسبه لك يعني تجهزها بمثل انت ما تريد. والرساله واضحه اتوقع في هذا الموضوع. اليوم واضح انه التصعيد ما عاد فيه يعني لملمه الامور. تركيا للشيخ جاك رجل صريح وقال لك احنا شايفين كل شيء، حقوق الانديه السعوديه ما راح تضيع علشان مثلا شخص جالس يجاملك بطريقه يعني شلون اقول لك، بطريقه ما هي واضحه معك، مره معك ومره ضدك، وفي شخصيات جالسه تشتغل في الاتحاد الاسيوي حبها للانديه وحبها للمنتخبات، لكن في الواقع هي جالسه تعمل بشكل مباشر ضدك. خليني اسمع رايك في الموضوع. خليني اقول لك حاجه، انت قلت ما فيها حسن نيه، لا فيها سوء نيه. فيها سوء نية وسوء نية ظاهرة في عدة مواقف. خليني أقول بالنسبة لتصريح أمس، أنا تصريح أمس أقول فول ستوب، نقطة من بداية السطر أو أقلب الصفحة تماما. يعني بعد حديث أمس دخلنا مرحلة جديدة، دخلنا عهد آخر مع الاتحاد القاري، الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. أنا شفت الاستفتاء ده، في نقطة مهمة الصراحة بتوقف عندها في الاستفتاء. أيوة. الاستفتاء أنا أتمنى كنت ضعف ممثلينا، ضعف اتحاد الكرة. احنا فوجئنا بقرارات كانت تصدر ضدنا من الاتحاد الاسيوي وقرارات تعسفيه، وجدنا من يمثلنا في اللجان الاسيويه يدافع عن هذه القرارات. يجب ان نكون صريحين مع انفسنا عشان احنا بنعيش مرحله انتقاليه حاسمه. نعرف ايش كانت في الاخطاء اللي بتحدث انذاك عشان مشيئه الله واضح انها لن تتكرر. لما يكون المسؤول قوي بهذه القوه وحديثه بهذه الصراحه وهذه الشفافيه، أنا بالتأكيد أكون في أقصى درجات التفاؤل بمستقبل أفضل للكرة السعودية أو للتمثيل السعودي في الاتحاد الآسيوي. إحنا عانينا من الضعف، تابعنا عقوبات صادرة على الأندية السعودية كالسيف، وفي المقابل إيران على سبيل المثال وجدنا كل سوء التعامل واللوحات السياسية والانحراف الأخلاقي، مع ذلك ولم نجد من الاتحاد الآسيوي شيء. وجدنا عقوبة من الفيفا للجماهير الإيرانية والشغب الإيراني المتكرر، الاتحاد الآسيوي إذن طينة وإذن عجينة. إذا أنا المسؤول الآسيوي أدعم وأوصله لمنصب وفي النهاية مو إنه يوقف معايا يهدر لي حقوقي، أنا أحتاج منه إيش؟ أنا ما أحتاجه حقيقة، أنا ما أحتاجه. يجب إنه يكون الحديث هكذا، حديث صريح وحديث مباشر واضح، حديث معالي المستشار حديث واضح وصريح إنه نحن في الاتحاد الآسيوي حقيقة وضعنا معهم وضعهم معنا سيء للغاية، وهم في النهاية الممثلين بشكل عام، وطبعا أنا ماني معني الصراحة أفسر أسماء هو ما اتطرق له، قال أقزام بالفعل. طالما أنت تحيك مؤامرات ضد بلدي، ضد الكرة السعودية، نعم أنت في نظري قزم. وإذا أنت كنت مسؤول لا تستطيع أن تقف هذا العبث، أنا أرى من الأصلح ومن الأفضل للرياضة القارية إنك تستبدل بآخر يكون أكثر منك كفاءة، أكثر منك قدرة على التعامل مع أحداث. أنا اليوم شدني تصريحات رئيسي نادي الهلال الأمير نواف بن سعد، أتكلم في نقطة إنه التمثيل والحضور في المباراة النهائية وإلى آخره، لكن الأمير عبد الرحمن بن سعد أرسل رسالة ووصل شكوى بمنتهى الأدب، وإحنا نعرفه رجل خلوق جدا وبأدب جم، وصل رسالة وتوصل شكوى ووعد. ما شاء الله كم سنة راحت مباراة سيدني وكلنا تابعنا، أتحدى إنه هذا نشامورا في المباراة ذيك ما كان عنده تعليمات واضحة وصريحة إنه الهلال مهزوم، واضحة 4 ركلات جزاء تابعناها، العقوبات اللي صدرت بحق الأندية وملاعب فاضية في السعودية، ونرى فضائع في إيران. هنا مجرد رميت فرقعة انقلبت الدنيا، هناك يرمي الفرقعة ويشيل اللائحات ويعمل سوء أخلاق ويعمل ويعمل ويعمل، والاتحاد الآسيوي يدن طينة ويدن عجينة. والمفاجأة من بعض المسؤولين في اتحاد الكرة السعودي يصبرك ببعض عبارات الصراحة غير مقبولة. خلينا أرجع بك هنا الذاكرة قبل 3 أسابيع، كنا أنا وإنت وأبو أحمد بالضبط، وصدر قرار الاتحاد الآسيوي على موضوع اللاعبين المجنسين والمال المجنسين، قلت لك استوب يا أبو إبراهيم. الآن طلع ده الكلام الاتحاد الآسيوي لما الكرة السعودية بدأت تستعين، الكرة السعودية ما استعانت زي الآخرين، وقلناها نصا يومي، استعانت بناء على نشأة وبناء على ارتباط وبناء على عمق وبناء على بعد إنساني.
هؤلاء أبناء المملكة العربية السعودية، لديهم ارتباط بالمملكة العربية السعودية، لديهم حب كبير تجاه المملكة العربية السعودية. لم تأتي المملكة العربية السعودية بفكر معلب كما يفعل الآخرون، لكن فكر خلاق من داخل هذا الوطن لمن ولد على هذا التراب. طلع الاتحاد الآسيوي وهو نائم سنوات في سبات عميق، الآن ظهر هذا الموضوع يتناول الاتحاد الآسيوي. قلت لك اليوم ذاك شوف الطريقة حق الاتحاد الآسيوي ولأي مدى يعمل ضد الكرة السعودية. ترى عمل الاتحاد الآسيوي ضد الكرة السعودية ما يحتاج تفسير، كلنا عارفينه، كلنا نتناقش ونتحاور، لكن كعادة البلد دي وهي ترسخ مفاهيم تعامل بأدب جملة، سيما لما يكون في بعض المسؤولين لدولهم تقدير خاص وهذا أمر مهم، لكن لما يكون المسؤول الأول طفح بالكيل وتحدث بهذه الشفافية وبهذه الصراحة، أنا أقول نقطة على السطر وبدأنا عهد جديد يا اتحاد آسيوي. نعم. وبالفعل قلنا منحاز للكرة اليابانية وللكرة الكورية، لسنا في مشكلة الانحياز، وإن كان الانحياز في حد ذاته مشكلة، لكن العمل وبقوة ضد الكرة السعودية هنا بالتأكيد يكون الدور الأول للمسؤول الأول، ومن ثم طبيعي لما يكون المسؤول الأول قوي الاتجاه سيكون قوي بمشيئة الله تعالى للمحافظة على حقوق الكرة السعودية بإذن الله تعالى. تدري وش أكثر شيء شدني في تصريح تركي آل الشيخ؟ بأنه إحنا تعودنا مثلاً أنه هذه التصاريح تجي بعد إيش؟ كردة فعل. يعني لو تركي آل الشيخ مثلاً هو رئيس هيئة الرياضة في تصفيات المنتخب وخرج المنتخب لا سمح الله مثلاً ما تأهل كأس العالم وخرج بهذا التصريح، بقول هذه ردة فعل. لو الهلال خسر نهائي آسيا بقول هذه ردة فعل. اليوم واضح انه هذا الكلام ما جاء كذا. نعم يعني طبعا كلام جاي من اشياء معينه عند الرجل. نعم. بس اولا بقول بثني على الاخ عبد الله انه نعم قبل 3 أسابيع عندما تكلمنا عن القرار اللي صدر من الاتحاد الاسيوي، عبد الله في نفسه ذاك الوقت قال هذا تقصد من الاتحاد الاسيوي، واعتقد اني قلت له ان شاء الله ما يكون صحيح انه ايضا يشمل المواليد. مع قبل 3 أيام أو 4 أيام شاهدت تصريح من هذا القبيل انه المقصود فيه ربهم المواليد. فللأسف هذه واحدة من يعني المفاصل القوية أيضا التي تثبت وتجدد. شافوا الجماعة عندنا التفتوا أيوة على هذا الموضوع، وهذا وهذا يبين لنا أنه يحاك من ناس مقربين إلى في دول الخليج، لا يمكن يكون من شرق آسيا، لا يمكن. هذا يحاك من الداخل، وربما في أسماء ذكرت للأسف الشديد أنها تناسب الكرة السعودية العداء، وهذه مشكلة كبيرة. هذه مشكلة كبيرة جدا، ولذلك أنا يعني هنا تجي تحي تركي آل الشيخ مليون مرة على أنه بالفعل يكون أكثر جرأة وأكثر قوة. نحن الأقوى، نحن الأقوى، ولكن كنا نمارس حقوق الأخوة والرجاء وما إلى ذلك لضبط الأمور. اليوم ما عاد في شيء اسمه هذا مثل الكلام، لأنه إحنا جالسين نتضرر. أضيف إلى كلامك، نعم القوة الأخرى أنه الهلال اليوم مع احترامي لكل الفرق الأخرى هو الأقوى في الآن. الهلال هو في أحسن حالاته على جميع العصيرة، ترى الهلال في أحسن حالاته، بذلك أنا ما أتكلم من ضعف، أنا كسعودي سواء مسؤول الهيئة أو رئيس الهلال أو غيره، أنا ما أتكلم من ضعف. فريقك هو أقوى اليوم ومنتخبي متأهل لكأس العالم. أيوة عندي كثير من الأمور ومعطيات بغض النظر عن الفريق الآخر، أيا كان هذا الفريق الآخر، صيني كوري أيا كان، ياباني أيا كان. أنا اليوم أتكلم من قوة، الهلال في أحسن حالاته والكرة السعودية في أوج عطائها في أحسن حالاتها. تأهلنا على حساب منتخب أستراليا مش منتخبات أخرى، تأهلنا وبقوة بجدارة، وفزنا على أفضل فريق في آسيا اللي يمكن 10 سنوات الأخيرة اللي هو اليابان، فزنا عليه بجدارة وتأهلنا بكفاءة. فنحن نتكلم من قوة، مش نتكلم من احنا نستعطفكم أو نخاف أو ردة فعل. أيوة. أو محاولة تقديم تبرير للجمهور. أيوة. والإعلام. لا. أنه ترى إحنا مظلومين، المظلومية إحنا نسمعها مثلاً. أيوة. مع أي فريق يخسر. لا، اليوم إحنا أقوياء وجالسين نتكلم عن شيء شايفينه من سنوات. نعم. اليوم ما عاد في شيء نغطيه، الأمور صارت مكشوفة. فأنا أقول لك هذه أيضاً يعني صراحة يعني تزيدك قوة وتزيدك حرص أنك أنت تكون أيضاً أكثر قوة من أي وقت مضى. وانه ما عاد في شيء اسمه مجامله، واذا بالعكس اذا اكتشفت انه واحد يعني اخوي وهو من يخدعني هذه كارثه. احنا في الاخير كدول الخليج اخوان، وعرب ايضا اخوان، لكن كدول الخليج في هذه الجزئيه بالذات احنا اخوان، ومفروض نشتغل مع بعض لاجل مصلحه الكره الاسيويه. وكم سوينا من يعني اعتقد انه قبل يمكن 3-4 سنوات كان في تقارب ما بين 3 دول لمصلحه
الكرة الآسيوية في غرب آسيا. اليوم نجد أنه بعضهم هم من يسيئون لنا، وهذه مشكلة كبيرة جدا. فلذلك أنا أحيي هنا فرح، وأيضا شوف مثلا إذا نحيي تركي آل الشيخ أحيي الأمير نواف بن سعد أيضا كثير. ليش؟ الأمير نواف بن سعد دائما متوازن، يعني لا تجده يتعاطف بشيء معين ولا تجد العاطفة تأثر فيه لشيء معين. اليوم يتحدث بثقة وباحترام، أنا فريقي واثق منه، ممكن حتى لدرجة أنه قال ممكن ما يكون لها في يومه، بالتالي ما راح أزنزن على مثلا أو وزن على الحكام أو وزن على المؤامرات، لا فريقي ما كان في يومه رغم أنه فريق الآن في أحسن حالاته، لكني أخشى من المؤامرات. وشوف تذكر في الحلقة نفسها اللي تكلمنا فيها عبد الله لما أعلن عن الحكم الأردني، قلت لك أنا بكلم سطر واحد في آخر الحلقة، قلت يا أخي مو معقول واحد مسوي كوارث في الكرة العربية في بطولة عربية، مسوي كوارث قدام الناس كلها بغض النظر ما يكون هذا الحكم جنسيته وأي كان، وأجي أنا كانت حداثة وبارك هذه الإخفاقات وحطها في النهائي. صح، أنا كانت حداثة المفروض أكون حريص على مصلحة نجاح بطولتي. يعني أقول اليوم الآن أقول اليوم إذا الاتحاد الآسيوي يريد أن يثبت أيضا، ما نقول حسني يثبت أنه قادر على نوع ما الإنصاف، يجيب لأول مرة في تاريخ حكام أوروبيين يلغي القرار حق الحكام ويجيب حكام أوروبيين من أفضل حكام، مش أي حكام، يختارهم بعناية ويجيبهم مبارتين. نعم، هذه واحدة من الأشياء اللي على الأقل يا أخي أنا وشون أضمن نجاح المباراة وشون أضمن نجاح الفريق المقابل هيلعب بارتياح إذا جبت حكم محايد. صحيح، والدليل إحنا في السعودية الحين رغم أن إحنا يعني تألم على الحكم السعودي، لما يجي حكم أجنبي ماذا يحدث؟ شوف المباراة ما فيها أي مشاكل، كلام سليم، اللاعب يلعب ومرتاح. يا أخي أنت تحداثي وأنت يا شيخ سلمان خليفة، نقول من منبر المنتصف في الأخبارية، يا شيخ سلمان خليفة يا أخونا العزيز يا حبيبنا، تريد أن تنقذ نفسك كرئيس اتحاد أمام الملأ، على الأقل أنك أنت أيضا تبرئ نفسك مما يحدث من خلف الكواليس مهما كنت، حتى كن رئيس اتحاد. على فكرة بلاتر قبلها بن همام في تحداثي وغيره من سقطوا بسبب بعض اللجان الداخلية. إذا تريد أن تنأى بنفسك عن هذه المشاكل والمؤامرات اليوم تقرر أو بكرة تقرر أن الحكام أوروبيين. صحيح. طيب عندك تعليق أبو أحمد بس قبل ما انتقل الموضوع هذا راح أقفله. أنا بس أقول الاتحاد الآسيوي ترى يعني حتى عنده يعني شيء يرتبه وشيء بسوء، تيجي يحط لك رئيس لجنة انضباط ولا رئيس لجنة مش عارفة من سريلانكا، واحد من بنغلاديش، الدول التي مع كام احترام تقديري كدول ولا كأشخاص إلا ما هي في الواجهة الكروية الآسيوية، إلا من السهل إنه يكون في قمة الهرم والمسؤولين اللي يتحكموا في اللجان وتكون العقوبات والقرارات انتقائية وإلى آخره. أرجع كده بس حط قدامك اللجان ورؤساء اللجان أنت تفهم إنه في مو حاجة غلط، مليون حاجة غلط في الاتحاد الآسيوي ومليون حاجة تدعو للريبة، ترى إحنا من أول شايفينها. جميل جدا إنه الموضوع كده صار مفتوح على البحري عشان يعرفوا الناس إنه نحن ترى عارفين وفاهمين، والحديث القوي يولد قوة، ونحن في مرحلة قوة بمشيئة الله تعالى بإذن الله. طيب خلونا ننتقل الموضوع على المنافسات المحلية. بانوراما المنتصف فقرة هي أسبوعية مع نهاية كل جولة في الدوري السعودي نرصد الأبرز من الأحداث بطريقتنا الخاصة. الظهير الأيسر في محاولة لا
هذا محمد الكويتي عرضية حزاه الله. يبحث عن هزاء الهزاء، هزاء في كنترول، هزاء محاولة للمرور وقوة. الله الله عرضية الأرضية على حدود المنطقة لواندر كونيرو لشيكابالا، محاولة وصقر عطيب والتعادل للرائد. محاولة موجودة، شيكابالا على الأرض، منجورة حلوة، منجورة بيحاول، منجورة يا ولد، ترجع من تاني إلى كونيرو، مرة تانية لمنجورة، حلوة حلوة حلوة، ضربوا الدفاع، ضربوا الدفاع وعدى من الحارس ومنجورة، منجورة منجورة يسجل الثالث. عبا قصيرة إلى صقر عطيف يعليها، محاولة يحيى مسلم براسه لكن تخبط، رجعت لأمور. الرابع الرابع شيكابالا ومزيان وأباتشي، الخامس أباتشي. الأهلي ومحاولات الوصول لمرمى الفيصل، في الجزاء عن طريق ليوناردو، يتقدم ليوناردو يسجل. يحاول يعدي دور داخل 18 النقل وتلعب وجول جول جول التعادل. اهلي ما قلت لك ما يجي الشوط الاول، ما يجي الشوط الاول بالنتيجه. الهدف يجي في اي لحظه، لعب وداخل المرمى. والله ادواردو يعني حارس المرمى راح لكم، ادواردو لعبها صح وحارس المرمى ولد عبد الله ايضا راح صح، وزي ما ذكرتك لا تنتهي ان الهدف جاي. التعاون يقترب، اصوات بمهاره، مر 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 يا جهاد، مر جهاد توغل حق ضياه. والله كده كثير، والله كده كثير. الله عليك يا كبير عبد المجيد الصواب. أحداث الجولة الثامنة من الدوري السعودي، خليني أسألك أبو أحمد، شبرز كذا حدث شدك؟ والله طبعا أكيد شوف الديربي أكيد أخذ كل شيء، لكن لما تشوف مباراة التعاون حتى وإن كانت ضد أحد كفريق، يعني مثلا يعتبر الفريق الأخير وكذا، شوف الهدفين الأخيرة، بس الهدفين اللي جت في اللقطة الأخيرة اللي فيها الصوات شريك في الهدفين، وأيضا اللي هو جهاد، طريقة تسجيل هدفين صراحة تعطيك تقول هذا الفريق هو الأفضل. طريقة تسجيل هدفين نادر تشوف مثل هذه الطريقة، أهداف ممتعة. وبعدين الحارس خوجة يعتبر من أفضل حراس في الدوري، الحارس الجزائري من أفضل حراس في الدوري. الرائد كذا ما فاجأك في النتيجة؟ إيه؟ أكيد النتيجة كبيرة ضد الباطن، لكن أتكلم عن جزئيات مهمة في فنيات كرة القدم، يعني يمكن لفت، لكن أكيد الرائد مع سيبيريا. يعني لو جيت قلت لك وش أبرز حدث في الجولة؟ هو أكيد فوز الرائد، الرائد أكيد خمسة على الباطن، على أرض الباطن، حتى طريقة المباراة تخيل أول 30 دقيقة ثلاثة، يعني والله أنا داخل البيت ثلاثة ما توقع، كانت بالنسبة لي يعني هي مفاجأة الجولة. إيه نعم أكيد. طيب خليني أسألك عبد الله فلاتة، والله غياب جمهور الاتحاد حقيقة يعني إن كنت متنبئ، بس 3758 يعني جمهور الاتحاد، لا جمهور غير جمهور الاتحاد، ممكن من جمهور الاتحاد هذا عدد جدا قليل. شدني الطالب، والطالب ده له قصة ترى، عنده اختبار دوري، شاف الملعب فاضي ما كان ناوي يجي الملعب، اتحرك للملعب عشان يعني شاف يعني من غيرته على مدرجات الاتحاد انها بالشكل ده انها تكون فاضي. وانا ما اعتقد انه حل امثل، اليوم اتكلمت وكتبت في ذا الموضوع، حل امثل مقاطعة الفريق الاتحادي لتردي مستوياته. الاتحاد يمر بظروف لا تسجيل لاعبين ولا محترفين اجانب، ولا الفرق صارت ستة، وتغييرات إدارية ومشاكل مالية في طول عمر الاتحاد عبر تاريخه. جمهور الاتحاد هو من أبقاه شامخا عبر 90 عام، على مدار 9 قرون، يعني عفوا 9 عقود.
يعني مفروض الجماهير وهي عارفة دورها، وأنا متأكد المباراة الجاية حيكون الحضور كبير، لا سيما أنها ربطت الدخل لأسرة الكابتن محمد الخلاوي رحمة الله عليه. نعم. وهي لافتة جميلة الصراحة وبادرة إنسانية من هيئة الرياضة، سواء الكابتن سالم مروان والكابتن الخلاوي أو حتى تبني موضوع الاعتزال اللي رسخ مفهوم جديد لو تسمح لي كده شوية، مفهوم اسمه الوفاء. نعم. إحنا نعاني في رياضتنا بشيء من الصراحة، معلش يعني نكون صريحين، بشيء من النكران للنجوم السابقين. ألعب كورتك ومع السلامة، زي ما علق عليه أحد اللاعبين العالميين، اللاعب كالليمون أو لاعب منتخب تونس تميم الحزامي، تعصرها وترميها بكل أسف. الآن نكلمنا عن الصندوق اللاعبين واللاعبين إلى آخره، ويجي اللاعب القديم داخل نادي ما حد يعرف، ويجي رجل الأمن يقول له أطلع برا لو سمحت، هو من أفنى زهرة شبابه في هذا النادي صراحة. نعم. هذه لفتة ممتازة تشجع لهيئة الرياضة. إحنا ما نتوقف مع الخطوات التي تتخذها هيئة الرياضة ونشيد بها، مو من فراغ، لأنه أشياء كنا نحن نتحدث عنها وجدناها على أرض الواقع. بالعودة إلى الاتحاد، الصراحة جماهير الاتحاد ما عمرها كانت بالغياب هذا اللي حصل، وممكن يعني هي تعبير أو عتب أو هذا، وانتهت. أتوقع حضورها بشكل قوي في المباريات الجاية، الاتحاد في مأزق، ما لابد إنه الآن تكون في التفاتة أقوى، التفاتة أفضل، ما في أي وضع لأنه تعبير ولا مقاطعة ولا أي إلى آخره. الاتحاد. نعم. الكفة ما هي متوازنة مع الفرق الأخرى، هذا ما يجب أن يعيه كل الاتحادين. نعم. طيب إحنا مع كل جولة في الدوري في أهداف، يعني أهداف حلوة، أهداف جميلة كذا. في هذه الجولة رصدنا أجمل الأهداف برؤية طاقم البرنامج. يبحث عن هزاع الهزاع، هزاع في كنترول، هزاع محاولة للمرور وقوة. الله مجنون، كرة مصوبة جانب الغنام، تعود لروجيريو، تصويبة. الله يسجل التعادل، هدف جميل من ابو سبعان. ابو سبعان بقدمه اليسرى يرسل كره صعبه على يمين العويس ويسجل التعادل 1-1 الان. منقوله من على الخط، بيحاول تخبط في بندر ناصر، ترجع من ثاني الى كونيرو، مره ثانيه لمنقوله، حلوه حلوه حلوه، ضربوا الدفاع، ضربوا الدفاع وعدى من الحارس، ومنقوره منقوره منقوره يسجل الثالث للرائد، اسماعيل منقوره يسجل الثالث للرائد، اللي ما قدرش عليه كل الفرق قدر عليه الرائد بتمريرات قصيره، بتمريرات قصيره وانتو جميله، ضربوا خط دفاع الباطن بالكامل واصبح الرائد على موعد مع هدف ثالث. هنا في مسرح الكثير من الاحداث والذكريات الجميلة التي لا تنسى. ماذا عن الهلال وماذا عن ترك ذكرى الشوط الأول؟ الذكرى جميلة جميلة، سالم أخيرا الهلال وصل إلى الشباك عن طريق آخر من وصل في الديربي. جهاد حسين يحاول التقدم، جهاد مر، جهاد توغل حط يا والله كده كثير، والله كده كثير، الله عليك يا كبير. عبد المجيد الصوات موسيقار التعاون يعزف هدفا رائعا للغاية. كانت هذه أبرز الأهداف الجولة برؤية طاقم برنامج المنتصف. أنا ما عندي وقت كثير أتذكر بالاستفتاء الخاص ببرنامج المنتصف والمتعلق بغياب الكرة السعودية في السنوات الماضية.
السؤال المطروح اليوم، ما هي أسباب غياب الكرة السعودية عن الواجهة الآسيوية في السنوات الماضية؟ ضمت الخيارات: الخيار الأول سوء حكام القارة، الخيار الثاني شخصيات تحارب الرياضة السعودية، والخيار الثالث تراجع الأندية والمنتخبات. المشاركة في هذا الاستفتاء من خلال صفحة برنامج المنتصف في تويتر. في حلقة بكرة إن شاء الله مثل ما قلنا راح يعني نعلن عن نهاية هذا الاستفتاء. وش تختار أبو أحمد في الاستفتاء؟ الثاني اللي هو شخصيات تحارب الرياضة السعودية، لكن بس جزئية بسيطة ولا سرعة تفعيل اتفاقيات، شيء جديد أيضا يضاف إلى أعمال تكر الشيخ في موضوع مانشستر يونايتد. الفريدي ما وقع قبل أسبوع أو 10 أيام، صحيح اليوم الفريدي يروح لمانشستر، صحيح إن شاء الله. هذه الأشياء اللي نقول انها احيانا توضع لكنها تفاعل، اليوم كل شيء يفعل. هذا صح. هذا هو المهم الذي يجعلنا نسعد ونفرح، صحيح، ونثني ونشكر، صحيح. ان شاء الله احنا بكره راح نجهز يعني كذا ملف كامل في موضوع تفعيل خطوات هيئه الرياضه. انا اشكرك عبد الله فلاته، وقبل كذا ما نختار وش تختار في الاستفتاء، الخيار الاول ولا الثاني ولا الثالث؟ اخترت أنا خيار ضعف التمثيل، تمثيل أنا وش طبعا شخصيات تحاربنا. أيوة. بس هل أقول نقطة لفت انتباه التسديد من الخارج من مباريات الدوري. وبالنسبة لنقطة الفريد أتكلم عنها أبو أحمد. أيوة. بكل أمانة الاتفاقية قبل أسبوع ودخلت على أرض الواقع. إحنا من نقول لمعالي المستشار من زمان انتفينا. طيب شكرا عبد الله فلاتة، شكرا لكل من تابعنا في هذه الحلقة. بكرة إن شاء الله حلقة موسعة عن قرارات مؤتمر الرياض لمعالي المستشار التركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة هيئة الرياضة. بكرة أيضا راح نفصل في كثير من المواضيع اللي اليوم ما قدرنا بسبب ضيق الوقت. في أيضا الختام نشكركم ونقول أيضا في الشارع اسماء تستحق المتابعة، وتصبحون على خير.